بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير وطابت جميع اوقاتكم بالمحبة والسرور وبالنواميس وبهذه المشاركة ضمن مهرجان ختامي المرموم. هذا المهرجان وهذا الختام الكبير الذي نستمتع بأيامه ونعيش أجواء المميزة، الأجواء التنافسية التي نعيش أوقاتها في هذه الأيام الطيبة المباركة أدامها الله علينا وعليكم بالصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين. أشواط الفترة المسائية في ميدان سيف العرب هي مستمرة وقائمة، حيث يوم اللقاية اليوم المسافة 5 كيلومترات، منافسة كبيرة ومنافسة فعالة. تابعنا أشواط هذا المساء حيث ذهبت النواميس لجميع الميادين الخليجية وتوزعت الانتصارات والمراكز المتقدمة. الآن انطلق بحفظ من الله ورعايته شوطنا 12 المخصص للجعدان، اللقاية الأصايل، منافسة مميزة أيضا ورحلة جديدة ومغامرة جديدة مع الشعارات التي تزين أرضية هذا الميدان، الميدان الذي يستقبل هذه التحديات والانطلاقات الجميلة. اذهب مباشرة مع المركز الأول، الصدارة والبداية شاهين بخيت بن ناصر بن النوبي العامري يقدم لنا شاهين، بينما المركز الثاني أجد المشوك، المركز الثاني سلطان بن حمد بن مطر بن عميره الشامسي، بينما المركز الثالث هو الواصل والحامل رقم 99، أحد الأرقام المميزة هنا شاهين مطر بن سعيد الاكتبي. أنتقل إلى المركز الرابع لأتابع الواصل الاسم الجديد والقادم بمستوى المركز الرابع، هنا التقدم من قبل ضاري عبد الله بن سالم الدرعي. أنتقل إلى المركز الخامس، المركز الخامس وجود مزبن بالمركز الخامس محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي. استمر في النداء والمتابعة لأجد المركز السادس الوصول، القدوم في هذه اللحظات من مبشر بشعار سالم بن احمد بن دري الفلاحي يقدم لنا مبشر، يذكرنا بأيام مبشرة احد اساطير السباقات. المركز السابع الواصل في هذه اللحظات كفو سيف بن سعيد بن حضيرم الاكتبي. والمركز الثامن، المركز الثامن يا سلام، وصل معوض بشعار خميس بن فايل بن حمد الزرعي. اما المركز التاسع، المركز التاسع السيدح، هذا الاسم المميز عبد الله بن محمد بن علي الراشدي. واختم ندائي بالمركز العاشر، هنا متوكل مانع بن علي بن حماد الشامسي. هذه إذن العشرة المراكز الأولى القادمة والباحثة الطامحة للناموس الغالي، الناموس المشرف، الناموس الكبير في أقوى الختاميات وأقوى الميادين. إذن هنا عودة 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 والعودة حمدة بإذن الله تعالى إلى المركز الأول، إلى البداية، إلى المشوك. المشوك يتقدم بتقدم المميز، هذا المشوك بالاسم المميز صاحب سيارة في مهرجان الشيخ محمد بن زايد، واليوم يأتي المشوك ليكرر الانجازات، ليكرر المراكز المتقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني، والخطورة من المركز الثاني، الخطورة من شاهين بخيت بن ناصر العامري يقدم لنا شاهين، بينما المركز الثالث، المركز الثالث الواصل والقادم في هذه اللحظات
الحارات ضاري ضاري وهو ضاري على النواميس ضاري يتقدم ضاري مع عبد الله بن سلطان الدرعي والمركز الرابع المركز الرابع وتابع وتابع الواصل شاهين مطر بن سعيد الكتبي والاسماء قادمه الاسماء واصله وصل في هذه اللحظات صايب وصل صايب مطر بن جمعه بن مطر الخيلي لكن ارجع 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 مع المشوك وانطلاقه المشوك هذا من اسمه خطير يا اخواني اسم خطير خطير جدا من اسمه وماضيه وهذا ايضا الشعار المميز اللي يقدم لنا مشوك على المركز المركز الاول المضم الراعي العورة يقدم المشوك ولكن شوفوا التقدم الآن والتغيير الذي حدث وجرى من شاهين بخيت بن ناصر بن النوبي العامري يقدم لنا شاهين على المركز الأول المركز الثاني أيضا شاهين آخر مطر بن سعيد الكتبي المركز الثالث المركز الثالث هنا صايب 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 من بدأ يصوب على المركز الأول دخلنا يا اخواني هذا ندى للمضمرين للمشاركين اخر كيلو كيلو الاوامر كيلو التعليمات كيلو التكتيكات كيلو الافكار كيلو اخر كيلو يا اخواني وصل في هذه اللحظات مسيان اسهيل بن عبد الله بن الطير العامري كذلك تدخل في هذه اللحظات بديع عبد الله بن محمد العامري ويا سلام يا سلام شوفوا تداخل الاسماء اسم ياتي اسم يتقدم واسم يتراجع والامور الى الان متميزة يا اخواني شاهين 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 وبديع بديع وشاهين يا سلام يا سلام يا سلام شوف الواصل وصل غازي غزاكم غازي غزاكم غازي وكذلك شاهين بخيت بن ناصر العامري ياهي اسماء ياهي شعارات معركة الجعدان معركة الجعدان معركة داحس والغبراء يا سلام يا سلام يا سلام صايب شاهين شاهين الواضح الله 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 ما شاء الله تبارك الرحمن هذا الواضح حمود بن حمد بن علي العمري تقدم الواضح بسم الله ما شاء الله روح يا العمري روح وعمار يا العمري عمار اعتقد بان سلالة الواضح احد السلالات الغنية عن التعريف مشكور يا راعي الواضح مشكور حمود بن حمد بن علي العمري وسلام يا السلطنة سلام سلام يا العمري سلام فاجأنا الواضح في آخر الأمتار وحقق الناموس والانتصار.